معانا عبر الهاتف دكتور عادل، المهندس عادل عبد المنعم، خبير امن المعلومات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل ومنورنا. وعايزين نسال حضرتك على فكره النصب اللي بقت مستمره بكتير جدا، سواء نصب الحسابات البنكيه او نصب على الطلاب اللي هم بيقدموا في جامعات دوليه، او النصب من خلال شركات الموبايل ان هو يتصل يقول انت كسبت معانا 20,000 جنيه و10,000 جنيه، ازاي نتعامل مع حالات النصب المختلفه؟ تمام. طيب انا هحاول اقول نصايح يعني مختصره ورا بعض عشان نحاول نغطي اكبر قدر ممكن من الانواع الاحتياليه اللي بتحصل. اتفضل. الحاجه الاولى، اي اتصال بيجي لشخص على هيئه ان هو بيقول لك انت كسبت جايزه، او ان انا البنك، او ان انا شركه خاصه بالتسويق، او ان حضرتك مثلا مرشح معانا للانضمام لبرنامج معين او المكافئات او ما الى ذلك، كل يعني ان ما كانش 100% فالغالبيه العظمى الامور دي احتياليه. في الحالة دي أنا إيه المطلوب مني؟ إن أنا أقفل مع الشخص بأي طريقة كانت وأتصل بالبنك اللي أنا تبعه، يعني هو لو بيقول لي أنا بحدث بيانات، هقول له طب خلاص أنا مثلا مش فاضي دلوقتي، وأتصل أنا بالبنك بنفسي أتأكد إن البنك عايز يحدث بياناتي ولا لأ. ده بافتراض إن ده أمر قائم، لأن ده فعلا كان ممكن يحصل في الواقع العملي، بس هما بياخدوا الكلام السليم ويحتالوا بيه. الحاجة الثانية، فكرة إنك كسبت معانا أو كل ما إلى ذلك، يعني تقريبا كلها نصب يحبذ عدم التفاعل معاها. في عدة ملاحظات هامة جدا أحب أقولها لحضرتك والجمهور الكريم. أولا، مفيش أي شخص ولا جهة في العالم هتتصل بيك تاخد الثلاث أرقام المدونة على ظهر الكارت في حالة إن حضرتك معاك كارت ائتمان، سواء كان كريدت كارد أو ديبت كارد. يعني الكروت اللي هي سواء الكارت ده كريدت أو كارت ائتمان أنا باخده من البنك، أو كارت مربوط بحسابي، وده أخطر. لأن كارت الائتمان عادة ليه حد أقصى أو ليه ليميت، ولكن الكارت المربوط بالحساب هيبقى الليمت بتاعه ليمت الحساب. طبعا لو حد عنده حساب ادخار لا يحبذ ابدا ان يستخدم الكارت اللي مربوط على حسابه او حساب جاري على الانترنت. النصيحه ان احنا نعمل الكروت بحد ائتماني محدود، او نشتري في معظم البنوك النهارده بتسمح لك انك تطلع كارت كده اعتباري، مش هتاخد كارت في ايدك، هيبقى معاك رقم اكنه رقم كريدت كارد تشتري بيه اونلاين، وانت اللي بتحدد الحد الائتماني بتاعه. بالاضافه كمان ان انت تقدر انك تعمل فيه ايداع بالقيمه اللي انت عايزها، يعني اودعت فيه 1000 هو بقى فيه 1000، اودعت 10,000 بقى فيه 10,000. ما تضغطش على روابط جايه من رساله، وده محبذ جدا. افضل برضه الاتصال بخدمه عملاء البنك. في ملاحظه، مش كل رساله هتيجي من البنك بالضروره جت من البنك، يعني يوجد اساليب احتياليه تقنيه تسمح للمخترق ان يبعت لك رساله تبدو تماما وكانها جايه لك من بنك الف. دي على رسائل الاس ام اس يا باشمهندس اللي بتجي لنا مثلا بنك. ممكن عليها شركه اللوجو بتاع شركه الاتصالات على البنك. حضرتك انت مثلا نفترض سحبتي امبارح 1000 جنيه من مكنه الصراف الالي او الاي تي ام. تمام. كويس؟ جالك رساله بعدها من البنك بيقول لك سيقوم احد مندوبينا بالاتصال بكم لتحديث معلوماتكم. من وجهه نظر حضرتك الرساله دي قطعا جايه من البنك. تمام؟ ولكن الواقع العملي ان مش بالضروره، انا بقول مش 100% غلط، لكن مش بالضروره انها تكون جايه من البنك. انا شاكك في اي حاجه اتصل بالبنك اللي انا بتعامل معاه. طيب انا هسال حاجة برضو في البنك النهارده، يعني انا الكارت بتاعي مده الصلاحيه بتاعته خلصت والبنك بعت لي على العنوان بتاعي واحد جديد، ده لازم يفعل من قبل البنك، البنك النهارده أيوة. اتصل بيا وقال لي عايزين نفعل الكارت، اروح افضل ولا جاوب على تساؤلاته في التليفون؟ بصي حضرتك، لو انت اللي طالبه لا حرج، طالما انا اللي طالب، انا اللي هتصل بخدمه العملاء هقول له انا فلان الفلاني عايز افعل الكارت جاري، يا اما قدامي نظام اللي هو الاي بي ار او الخدمه الصوتيه، تمام، اضغط واحد لتبعيد الكارت، اثنين الكلام اللي هو الوندر ده. طالما انا المتصل مفيش اي قلق، الضرر كله لو حد اتصل بيا. تمام. حاجه بس مهمه جدا، ايه اللي بيحصل يا فندم في معظم الاحوال؟ في معظم الاحوال كارتنا، بيانات الكارت بتتسرق او بتتسرب بطريقه او باخرى. ممكن ده يحصل وانا في سوبر ماركت، وانا في صيدليه، وانا في مول، وانا بتعامل مع اي حد، صور الكارت باي وسيله إن كانت، تمام، وما اسهل انه يبص على ظهر الكارت ياخد الارقام اللي على ظهره. احد النصائح برضو ان احنا نحط ستيكر على ظهر الكارت، تمام، لانك مش هتحتاج الرقم ده الا وانت بتشتري من الانترنت. صحيح. عشان حتى لو حد صور الكارت ما يبقاش معاه المعلومه كامله. طب هو خد الكارت وصوره فرضا، اعمل ايه انا؟ في الحاله دي وهو بيشتري، غالبيه البنوك مش كلها بتعمل حاجه اسمها او تي بي، بيجي حضرتك رساله، وده الوضع اللي حصل مؤخرا، هيجي لك رساله تقول لك تاكيد المعامله مثلا ده رقم السري او الرقم الخاص، تاكيد معامله
على الانترنت اسمها او تي بي او وان تايم باسورد. المشكله ان الناس هنا مش فاهمه اللي احنا بنحكيه ده. فواحد بيتصل بيعمل ايه يا فندم بالظبط؟ بيبقى هو قدامه اشترى حاجه من على الانترنت وجاهز على الزرار اللي يدوس عليه للدفع. اول ما بيدوس كده بيجي حضرتك رساله، هو بيتصل قبليها بيكي وبيقول لك انا البنك وهبعت لك رقم للتحقق عشان احول لك المكافاه. يجي لك انت رساله من البنك تنخدعي ان دي رساله المكافاه اللي هي رساله تاكيد الشراء ويتم هو الشراء فورا، وطبعا بيشتري سلعه يصعب تتبعها، يعني زي مثلا يشتري خدمه اونلاين يعمل حمله اعلانيه على فيسبوك او انستجرام او غيره، وهنا يصعب جدا تتبع الحسابات دي تاني. لكن يا باشمهندس الصح ان الرساله بتجي لي بعد ما بدفع مش قبل عشان يقول لي التحقق، يعني انا دفعت فبيجي لي رساله يقول لي هي اثناء الدفع يعني وانا في البروسيس بيقول لي انت يعني البنك الموقع بيبعت رساله او بمعنى اصح الموقع بيكلم البنك عايزين أيوة. نخصم من حسام عادل 100 جنيه فالبنك بيبعت لي رساله يقول لي لو انت اللي عملت المعامله دي ده رقم التحقق اللي يقول ان انت اللي بتعمل المعامله تمام هو بيحتال عليا وبياخد الرقم ده هو بيبقى معاه مثلا الارقام كلها بس محتاج الثلاث ارقام او الاربع ارقام اللي تبعتهم الكارت. طب انا عايز اسالك يا دكتور معلش اكيد حضرتك متابع اللي بيحصل في مصر خلال الايام ويمكن حديث القرى والنجوع والناس كلها موضوع التيك توك ان هو بيجيب تمام. فلوس ايوه بتشوف حضرتك الموضوع ده ازاي وايه الفايده ان هو يدي للناس فلوس؟ هل بيوسع قاعده العملاء بتوعه ولا هو في حاجه ثانيه معلومات او كده؟ هو طبعا هو اكيد هو محتاج يعمل توسيع للقاعده وانا بشوف الموضوع بابعاد مختلفه صراحه يعني مش مجرد ان انا بكذب الناس هي حضرتك خلي بالك ان الاعلانات اصبحت يعني السم القاتل في العصر اللي احنا فيه ده طبعا في المعلومات والتواصل الاجتماعي ففي حرب يعني شنيعه ما بين فيسبوك وتيك توك يمكن وجوجل دي اكبر المنصات الاعلانيه في العالم طبعا فكل واحد عايز يقعدك على البرنامج فلو هو النهارده خلى الناس تاخد فلوس حتى لو ادى الواحد 100 جنيه هو مش هيسيب التيك توك، الناس اللي هي هيفرق معاها القيم الماليه البسيطه دي هيفضل قاعد على التيك توك وبالتبعيه هو بالنسبه له صحيح بيستفيد اكتر وكل ما انت قعدت على حاجه معينه اكتر اكيد مش هتخش على فيسبوك وتيك توك في نفس الوقت. فهو انا شايف انها ممكن تكون مرحله انتقاليه زي بالظبط كده ما بيجي منافس جديد يدخل السوق باسعار قليله انا متصور ان ده السياسه اللي بينتهجها تيك توك حاليا لاجتذاب السواد الاعظم من الناس بالذات الشباب او الفئات اللي هيفرق معاها انها تاخد مبلغ مالي مهما كان ضئيل في مقابل ان هو يسحب البساط ولو نسبيا من تحت رجل فيسبوك يعني. ده مجنن الناس يا دكتور ده طبعاً مجنن يا الناس ده انا كنت في قريه القريه كلها بتتكلم على التيك توك انا مع يعني وانا ما اعرفش كانت ايه القصه انا عرفت منهم ان برضه في محتوى مش عايز اصنفه تصنيف محدد لكن هنقول بأدب الالفاظ غير لائق النهارده طالما ان المحتوى اي حد بيحط اي محتوى من اي نوع بيتحط فبالتبعيه انت يعني انا اسف في جزء كبير من الناس هينجذب للمحتوى طبعا ده في تقنين للغلط دكتور يعني قبل بس ما نختم المكالمه مع حضرتك يعني نوع تاني ممكن انا بشوف ان انا ما طلبش مني اي حاجه غير على وانا بعمل سيرش على جوجل مثلا ان انا فزت بموبايل فزت بحاجه يعني انت بس تتصل على الرقم ده عشان تاكد او تستلم الجائزه بتاعتك وده بيبقى نوع من النصب محدش بيفوز باي حاجه هو الهدف ايه مثلا الرصيد بتاعي لو انا عندي كتير يتاخد ولا ايه تمام احيانا بيبقى المطلوب كله ان احنا ان مش يعني ان المخترق ياخد منك اي بيانات وقد ياخد وقد يحدث ان هو يحصل على هذه البيانات ثم يعيد الاتصال بك لاحقا تمام ويقول لك ان هو البنك تاني بأمارة ان انت بياناتك كذا 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 احنا بس عايزين نتاكد ان حضرتك فلان عشان هيجي لك كارت هديه هيجي لك مبلغ مش عارف ايه ومعلش برضه احب اضيف حاجه اخيره حتى شركات المدفوعات الالكترونيه يساء انا مش عايز اقول اسامي لكن يساء استخدام يعني اساميها ان انت كسبت مبلغ 1000 جنيه اي يا فندم بيحصل كذا تمام فبرضه الناس ما فيش شركه مدفوعات الكترونيه تتصل بيك بالتليفون تقول لك اديني الرقم ده برضه بيكون عمليات نصب او احتيال صحيح تمام نشكرك جدا نشكرك جدا يا دكتور عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات الف شكر لحضرتك ملخص الموضوع كله من اوله لاخره اوعى تدي بياناتك لحد لو انت شايف ان البنك هو اللي اتصل بيك ومكتوب من بره كده بنك مصر بنك الاهلي مش عارف ايه بتاع برضه ما تدوش معلوماتك طب اعمل ايه طيب تقول طب تروح قافل معاه وخلاص اتلكك اقفل في وشه السك مش هقول لك حتى اقول له معايا اقفل في وشه السك واتصل انت بالبنك
قول له في حد اتصل من عندكم عشان ياخدوا منه معلومات، اقول لك اه يا فندم او لا يا فندم، او انا لو عايز ادي بياناتي للبنك او احدث معلومات، المهم ان انا اكون انا اللي بتصل بالبنك من خلال الرقم المختصر بتاعهم، لكن انا ما حدش يتصل بيا يقول لي اسمك ايه بالكامل ولا رقم بطاقتك كام وادي له اي بيانات ولا اي بيانات في اي حاجه خالص ارجوكم. برضو باكد مره واثنين وثلاثه لان ده حصلت ويمكن جديده ومحدش اتكلم عنها قبل كده، ارجوكم اللي بيقدموا في الجامعات بره مصر ما تدفعش فلوس زي ما قالت هبه، انا رايح ادفع في البنك هقول للبنك معلش هو رقم الحساب اللي انا اديته لك ده تبع جامعه كذا اللي في امريكا، هيقول لي لا ده واحد اسمه مارك جون معرفش مين، لا يبقى ده غلط معلش مش هديك فلوس، انت بتدفع بالدولار وبتدفع مبلغ كبير، فارجوكم خلي بالكم.